الحكمة الأخرى هو قضاء الشهوة بالحلال، فالله جل وعلا زرع في نفس كل آدم شهوة، وهذه الشهوة إن لم تصرف في الحلال صرفت في الحرام، وذهابها في الحرام مؤذن بفساد عريض وبشر مستطير. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مسألة أخرى أن في الزواج إعفاف للجنسين، فالرجل يعف المرأة والمرأة تعف الرجل بهذا الزواج، بهذا النكاح. ولذلك قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك الزواج نعمة من نعم الله، فيحصن الإنسان نفسه من أن ينزلق في المزالق المحرمة.